من تلفزيون الحياة أنا وائل منصور برحب بكل مشاهدين برنامج اكتشاف الأصوات المصرية الجديد، برنامج صوت الحياة. النهاردة اليوم الثالث من الاختبارات وألاف المشتركين بيزيدوا أكتر وأكتر علشان يقدموا في البرنامج، وأملهم أنه يتم اختيارهم في برنامج صوت الحياة. زي ما انتوا عارفين المشتركين هيمروا قدام اللجنة، واللي صوته حلو هيعلوه ينجحوه يعلوه لفوق. أما اللي هيسقط هينزل ينزل تحت، وكلنا عارفين تحت دي فين وإزاي. جيزة هرم، بحب الطبيعة بكل ألوانها، بحب الحاجات الحلوة قوي لدرجة أنا بحب أجري، بحب ألعب وهرج وهزر وكل حاجة. وأنا صغيرة ماما صوتها حلو، وكانت أنا حابة الغنى علشانها هي، عشان يعني أنا حابة الغنى منها هي، وحتى كمان هي مربياني على الموسيقى القديمة، يعني نجاة، فايزة، عبد الوهاب، عبد الحليم، أم كلثوم. آيات، انت تقريبا اصغر مشتركه جت قدمت في البرنامج، هنشوفها تعملي ايه. اتفضلي، ربنا معاكي. مرعوبه جدا، خايفه جدا، وهتمنى اني انا انول اعجابهم. بجد انا مرعوبه فعلا. بتشوف الحفره عامله ازاي قبل ما تخش؟ بتلاقيش؟ خايفه ردهم عليا هيكون ايه. شكلك حلو خالص حبيبتي. ها؟ عندي كم سنة آيات؟ 15. 15؟ طب يلا هتسمعينا ايه؟ اسمعكم قديم لفايزة احمد، استاذة فايزة احمد. يلا. حاسة اني وحيدة وحيدة، وفي دنيا بعيدة بعيدة، ولا حدش جنبي من كل حبايبي، ولا حيرة قلبي غير التنهدى. تعالالي يابا، تعالالي تعالالي يابا، الدنيا لما تدي حواليا وتغمى عليا. تعالالي يابا، تعالالي تعالالي يابا يابا، تعالالي تعالالي يابا، تعالالي يابا، تعالالي تعالالي يابا، تعالالي وحياتي العشر اللي خيرها ما فارقش خيالي. هاني على فكره قاعد يسمع ونسى اللمبه الخضراء. انا عايز اسمع والنبي يا حبيبي، عايز تسمع والنبي لو سمحت. يحضن دمعتنا وفرحتنا، تعالالي يابا 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 تعالالي. الله 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 الله، تعالي تعالي تعالي. لا استني، ربنا يحميكي ويحفظك. انا ما رضيتش ادوس الا لما تخلصي في الاخر، عشان انا قاعد مستمتع. تعالي هاتي بوزه بقى، هاتي بوزه. انت عندك 15 سنه يا ايات؟ طب خدي الورقه بتاعتي يا كمان. يا ايات يا ايات، ايه الصوت ده؟ لا اللجنه وافقت عليكي اكيد، وادوكي كارتين. كارتين؟ انت واحد ولا واحد؟ 15 سنه يا ناس، والامكانيات دي
بجد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صراحة هايلة. اسمها ايه هنا؟ ايات. ايات اوكي هايلة. انا فعلا بجد بجد فرحانة جدا النهاردة. بس يلا يلا ايات روحي احتفلي بقى. والكل احتفل مع فوز اصغر مشتركة معانا. تامر محمود محمد علي، سن 26 سنة، من اسكندرية، بعمل في السياحة وفنادق. بدأت أغني من 5-6 سنين كده مع أصحابي في الفندق على البحر. الناس كلها معجبة بصوتي ومعجبة بالفن بتاعي وبيقولوا لي عندك إحساس. الحمد لله ربنا أعطيني موهبة الفن وكده، وأعطيني صوت وأعطيني حنجرة وأعطيني حاجات كتيرة وأعطيني إحساس برضو. يعني لو بقيت فنان بإذن الله أنا وأغني أغاني حزينة بإحساس وكده. ألم أحسن حرمان مش حزن، هو عندي انا بحس بالاغنيه بحب كده، بحس بالاغنيه الحزينه ما بحسش بالخبط وكده، بحس بالاغنيه الحزينه. بعرف اغني وبعرف ادي وبعرف احساس وعندي حاجات كتير الحمد لله. هتغني ايه فوق؟ هغني مصطفى كامل، اسامه عبد الغني، هشام عباس كده. تحب الشعبي؟ بحب الشعبي. الشعبي خلي بالك عالي. أوكي. انا دلوقتي لان انا بصراحه زي المشاهدين دلوقتي سامعين صوت واطي جدا، يا ترى هيفاجئنا فوق وده يبقى صوته ولا اللي هيحصل؟ بإذن الله عاجبك بإذن الله، عاجب الجمهور بإذن الله. وصوتك هيوصل لفين؟ اسكندرية. عايزك تقول للكاميرا صوتي هيوصل اسكندرية. صوتي هيوصل اسكندرية بإذن الله. تحب تسمعنا ايه؟ مصطفى كامل نبدأ بيه. الحمد لله. اتفضل يا حبيبي. رحلة عمري بفرح بجرح بحل بمر، رحلة عمري لازم غصب عني تمر، هي حياتنا نقط وحروف. حابب حسن عايز اصوت. ده مصطفى كامل يا تامر؟ ده مصطفى كامل؟ الغنوة دي مصطفى كامل؟ دامي ده مصطفى كامل. طب عندكش اغنية فريحية شوية كده؟ لا بس ندب حرك فيها. لا اتحرك فرحنا يعني. يلا سمعني شمع. يتربى في عزه حمد عزه، طول معايا نهزه ماما تهزه، الناس يتراضوا ما يتراضوا على سنانهم هزه ولا تهزه، انجه انجه يا كلبوزة يا صغنن يا ابن المحظوظة، انجه انجه يا كلبوزة يا صغنن يا ابن المحظوظة. رحلة عمري لازم غصب عني تمر، هي حياتنا نقط وحروف، حبة فرح وحبة خوف، نحزن تكسرنا الظروف. الإنسان مش دايما عجبه وصيف، يا جلوب أنا صاحتي صاحتي إلا أنا وأنا حالي. أنا أقول يا رب لابس نظارة ليه؟ الاختبارات لسه مكملة واللجنة كالعادة جاهزة لجميع أنواع المفاجآت. طب لسه مكملين معاكم البرنامج وأصوات كتيرة. أهلاً. تامر محمود من اسكندرية. أنت هتغني إيه دلوقتي؟ مصطفى كامل بس هغني أقوى من الأيام. مصطفى كامل؟ بس أقوى من الأيام. طيب عامة يعني أنت وصلت لهنا فطلع. اطلع السلم. مساء الخير. تامر محمود من اسكندريه. احمد؟ تامر محمود من اسكندريه. تامر بتدرس؟ لا ما بتدرس.
طيب غنيت من زمان ولا؟ بقالي بتاع 5-6 سنين بغني. بتغني؟ طيب هتسمعنا ايه النهارده يا تامر؟ قوم الايام لمصطفى كامل. قوم الايام؟ طب يلا. انا قد كل لحظه الم، لحظه ندم، قد اللي راح كل الجراح. ما تهزنيش ما يهمنيش. كل شويه تطلع لنا يا تامر. فرحت غيرت ولبست نظاره وجيت. طب اشيل النظاره عشان عايزه اشوف عينيك بقى. مش انت اللي جيت من شويه؟ اوكي. انا قفشتك. قفشتك يا تامر. طب سمعني مصطفى كامل يلا. كمل الاغنيه عادي؟ كمل الاغنيه. ما يهمنيش الا انا، وانا حالف لعيش، حالف لعيش. ولو كل القلوب ظلمة، ولو كل معلش يا لا ده انبسط وجاي لابس قميص جديد. لا بس النضارة عاملة جو. لا وكتبت انا قفشته بواصل ورقة أول ما غنى على طول قفشته. لا أنا أقول يا رب لابس نضارة ليه؟ اسمي سامح عامر، 25 سنة من القاهرة. ألف ما شاء الله عليك يا. أنا بغني لهجات غير المصرية زي اللبناني. غربوك يا حبيبي غربوك. وأحيانا خليجي. ناديت والليل جابني. وبغني برضو غير العربي بغني تركي. ندي لي ندي دي فالين بليرم صنونو. عشان بحب المطرب التركي تركان فتأثرت شوية بالمزيكا التركي فابتديت اسمعه ولقيت ان مدرسته شدتني جدا ان انا احاول افهمها اكتر واتعلمها واحاول اتقن الموضوع كمان مش مجرد ان انا اسمع بس يعني اتمنى ان اللجنة تتقبل ان انا اغني حاجة تركي ويعني يكون الموضوع بالنسبة لهم حلو. ناوي تسمعنا ايه يا سامح؟ انا بغني عربي وبغني تركي. طيب هنسمع منك ده ونسمع منك ده. مش ابتدي بالعربي احسن ولا العربي تركي؟ احسن عشان انا فاهم تركي كويس فاحلي تركي معاك في الاخر. اوكي. ايه بقلاوه ولا ايه؟ بقلاوه. يا ليلي يا ليلي يا 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 ليلي يا ليل. وغربوك يا حبيبي غربوك، وبعدوك عن عيني بعدوك. تأكد قلبي ما بينساك لو غايب عني، وما في كفي بلاك وتأكد إني أنا قلبي ما بينساك لو غايب عني، وما في كفي بلاك وتأكد إني عيونك لما تغيب زيادي بزيادة يصيروا يحبوك. غربوك غربوك. تمام يا سامح. هتسمعنا حاجة تركي؟ يلا. أغنية شيكي دوم. شيكي دوم؟ شيكي دوم. تركانا. أوكي. عارفها دي. دي معروفة على فكرة. عارف يعني. عارفها. أينا مش كده مش كده. أينا مش كده مش كده. غير محبوب. أينا مش كده مش كده. يا نار دونر أجايبسي نديلي ندي ديفانيم بليروم سولونو سان ماورو نافيرانيم بين ميدي ميونونو نديلي ندي ديفانيم بليروم سولونو. مبروك يا سامح. مبروك يا سامح. بس قبل ما تمشي عايزك تترجم لي الغنوة العربي اللي غنيتها قبل كده. صوت الحياه قبلت غنيت عربي وغنيت تركي ما سبتش لغه لما غنيتها. المره الجايه نغني هندي وان شاء الله. يلا ان شاء الله. مبروك. ربنا يبارك. خدي نفس عميق وطلع عادي يعني عادي هتقابلي مين يعني بس العملاق.
هاني شاكر، العملاقة سميرة سعيد، العملاق حلمي بكر، عشان كده قدام ملايين من الناس يعني وعلى مسرح يعني. انت بتخوفني ليه طيب؟ لا انا بديكي دعم. انا ملاحظة، انا حاسة ان انت بتدعمني جامد. لا ما تقلقيش، انا هشوف الدعم ده من جوه بقى. يلا اتفضلي. هنا منين؟ هنا؟ مساء الخير. اسمك ايه؟ نيرة. نيرة؟ عندك كم سنة يا نيرة؟ 25. 25. بتغني من زمان؟ بغني وانا صغيرة بس مش في حتة معينة يعني. طيب ايه أنواع الغنى المفضل بالنسبة لك؟ قديم ولا جديد ولا القديم ايه؟ القديم بفضله أكتر. تمام. بس. طيب هتسمعينا ايه النهاردة؟ ميادة الحناوي، كان يا مكان. تمام. كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان، زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، والراحة والأمان. ليه؟ شفت الحارة راحت فين؟ والراحة؟ الراحة فين؟ برا. طيب عايز تغني حاجة لحد تاني يعني؟ هغني لشيرين دلوقتي. اوكي. اسأل عليا، اسأل عليا من يوم للتاني. طيب اكملي احنا لسه اهو. كملي للتاني واسأل عليا. حاجة بريتم بقى. ما ده قصدي. عايز اشوف ودنك في الريتم هتغني ازاي. قوله هما عاملاي في غيابي واسأل. عايزة اديها فرصة يعني. انا عايزة اديكي فرصة بس اشوف استاذ هاني عايز ايه. مش حلو يا نيرة، مش عايزة اضحك عليكي. طب هتحب اغني لك ايه طيب؟ انا اجرب حاجة تانية. كان هيدوس على الاحمر لكن هي غالبا هتقنعه ان هو يديها اخطر. لحقت نفسها بثانية واحدة بس قبل ما تقع في الحفرة. هي متوترة، فانت لو هتفضلي متوترة مش هتعرفي تغني. اخر انا عندي بقول في امل انك انت لما تبقي اقل توتر ممكن تغني احسن من كده، فعشان كده انا دوست اخطر. انسي الالوان اللي موجودة. بالظبط كده. انت لو هتفضلي متوترة كده عشان اقدر احكم عليكي. سمير عايزة تديها فرصة. استاذ حلمي بكر رافض تماما. هاني شاكر هو اللي مفروض يا اما ينجحها يا اما يسقطها. سمعيني بسرعه. اوكي ممكن اغني حاجه لاصاله. ماشي. اصاله اخر فرصتها. بين ايديك انا بنسى روحي، بين ايديك كل يوم بفوت علي حبي ليك بيزيد شوية، محتاجة لك جنبي مني اوعالي لبعدها عني. ماشي يا بنت تعالي، بس المرة الجاية إن شاء الله بس تكوني أقل توتر يا نيرة. بجد أنت توتر محلي. فاهمين الموضوع؟ أنا فاهم الموضوع. لا بس يلا. مبروك ألف مبروك. مالك؟ خايفة أوي بس الحمد لله. طيعتي ولا إيه؟ أوي مش قادرة أقول لك. ليه؟ مش عارفة. معلش بس نجحتي. يعني انتي قتلتي حتى النهاية. يوم التالت معانا ولجنة الحكم عمالة تدي في اخضر من الصبح. في اصوات كتيرة جاية كويسة جدا وفوق الجيدة وممتازة كمان. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، أنا الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى.
شكلك كده بيقول انك بتغني كويس. مش عارف. اثبت لي بقى ان هناك شبهك. اللي انت شايفه يا حبيبي اعمله. اللي انت جاي عشان تقوله كمله. كده وكده حكايتنا مش هيطوله. يبقى ليه البعد بينا نأجله؟ يا هنوش يلا. كل ده كان ليه لما شفت عينيه حن قلبي ليه وانشغلت عليه حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت بص 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 خلاص اخضرت الحياة خلاص يا مالي بدوب انا مالي بدوب وانا يا دوب كده وانا يا دوب حنان لحظه في لحظه دوب والحب مبروك 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 حصلت منين دعولي دعولي ربنا معاك وازاي بس داري وازاي بجاري واتشوق اليه تمام يا حبيبي تعالي قالوا لك حب ولا قالوا لك كان عايزين ينتقموا منك او راح ولع لك الحمرا عشان تشوفني زي ما تعودنا المشتركين جايين من كل حته في مصر لكن بعض المشتركين المصريين جم من بره مصر الو 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 بيروت من فضلك يا عيني حطيني بيروت اسمي سارة المنذر عندي 28 سنة من القاهرة مامتي مصرية وبابايا لبناني سلمولي على مصر سلمولي والثقافتين دول بيساعدوني في كل حاجة في حياتي تقريبا بيفتح لي مجال أكبر في حياتي وبيخليني أفكر بطريقة تانية شوية سلام أمانة والنبي سلام أمانة ونفسي أعمل حاجة عشان أثبت بيها نفسي وأثبت بيها البلدين سلمولي على مصر سلمولي مساء الخير مساء الخير ازيك يا سارة تمام الحمد لله كويسة ماسكة نفسك كويس يلا حبيبتي وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وان كان بعدك شيء متقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك ده انا مش ممكن ابدا هقدر على الاشواق يوم لما تسافر وحياتي عندك تعالي تعالي وحياتي تعالي برافو يا حبيبتي برافو حبيبتي مبروك يا سارة مبروك يا حبيبتي يلا الحبيبتي ايه يا سارة مالك ليه ايه اللي حصل مالك يا سارة في ايه لا خايفة يعني طبيعي يعني لا بس للدرجة دي اسمي أحمد إسماعيل وعمري 21 سنة ومن محافظة الجيزة مدينة 6 أكتوبر لأكتب أوراق الشجر أنا عامة متعدد الهوايات يعني عندي أكتر من هواية بكتب أغاني وبغني سافر حبيبي وهجر كتابة عامة
بتبقى حالة الكاتب نفسه بيعيشها. أنا بيبقى حالة بالنسبة لي يعني وقت ما يبقى زي ما بقوله كده الوحي ينزل عليا، فبتلاقيني كتبت الحاجة اللي أنا حاسسها. أهم حاجة اللي أنا واثق من نفسي ومن موهبتي، وإن إن شاء الله هقنع اللجنة بصوتي. أول اسم تسمع عليك مود حسين ولا لأ؟ إيه؟ أنت عملت اسم صوت الحياة مرة اسم حسين ولا لأ؟ الصوت مش الكلام مش واضح بس مش فاهم. بقول لك حسين صوت الحياة ولا لأ؟ ما فهمتش حضرتك بتقولي والله بجد. ازاي ما مش عندك ودن موسيقيه؟ لا مش كده تتكلم بسرعه. انا بقول لك مستعد بسلسل صوت الحياه ولا لا؟ لا لا مستعد. طيب اهو يعني فهمت فين يعني مش فاهم انا حاسس ان انا غريب. لا 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 اطلع خلاص انا مش عايز اوترك اكتر يعني انت وترتني عامه كده اتوترت خالص. لا اتفضل يعني انت الوان مصر النهارده احمر وابيض واصفر يعني النهارده كمان يعني مصر ازاي يعني الحمد لله. هتغني لنا حاجه النهارده ايه؟ يا اهل الهوى كيف المحبه تكون. سلام اسمعلي كيف اصحابك اللي قالوا لك غني كانوا بيحبوك؟ يعني لما قالوا لك غني قالوا لك حب ولا قالوا لك كانوا عايزين ينتقموا منك؟ اول حول لك الحمراء عشان تشوفني بالتتابع بالتتابع قول سنت جميل صحابك بيحبوك. مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ الحمد لله تمام. محمد ايه بقى اسمك محمد؟ اسمي محمد جمعة. عامل ايه؟ نيوي. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. عندك كم سنة يا محمد؟ عندي 22. 22 جاهز ولا مش جاهز؟ جاهز ان شاء الله. بتغني من زمان؟ بغني من وانا صغير يعني 5 سنين 4 سنين. جاهز تغني قدام اللجنة؟ ان شاء الله اكيد يعني الحمد لله. بس لما شفت حضراتكم طبعا. لا 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 انا مش عايزك تخاف. لا خلاص ده قلت لي جاهز يعني اللجنة قدامك. يعني اطلع. سمعنا ايه النهاردة يا محمد؟ هغني حاجة استاذ عبد الوهاب. جميل ده انت داخل جامد من اولها. ماشي يا حبيبي اتفضل. هغني انت زمان. امتى الزمان اسمح يا جميل واسهر معاك على شط النيل. الجو كله سكون والورد نام على الغصون. تعرف تقول لي حاجه بقى حديثه رتم؟ ممكن عشان تبقى لايق على سنك كمان. انت قدمت شهاده انك مطرب. سمعني بقى ايه لو وظف صوتك او توظف صوتك في لغه في زمن في ايقاع. شفت كتير حواليا ما شفتش الا عنيك. ايوة عنيك كل ما تيجي في عنايا بقرب اكتر ليك. تبعد عني انا غصب عني بفكر فيك. ترجع لي يا حبيبي بغمض عيني عليك. انا هسألك سؤال. تدرس؟ لا مش دارس. دارس مزيكا؟ ها؟ لا مش دارس والله. عشان مش دارس وبتقول كده خد. ربنا يخليك. مبروك يا محمد. شكرا. نقول مبروك؟ نقول مبروك الحمد لله. ايه الدليل ان انت نقول مبروك؟ خد الورق. الحمد لله الحمد لله. مبروك الف مبروك. يلا بقى استعد للمراحل اللي بعد كده. ان شاء الله ان شاء الله. المشتركة اللي بعد كده جت مع اختها واللي هي ولية أمرها لأنها يتيمة الأم والأب. يا ما تحملت أنا أسيت ولا اشتكيت. اسمي مونة مكاوي، عمري 16 سنة ونص، من مهندسين. هنودة بتساعدني كتير قوي يعني أنا عشان خاطرها ببقى عايزة أذاكر وببقى عايزة أوصل لأعلى المراتب في علمي وفي عملي. علاقتي بها أم يعني علاقتي بها علاقة طيبة جدا وكل إخواتي يا دنيتي كلها ربنا يخليها لي يا رب يعني. حكايتي مع الزمان حنين 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 انا دايبه فيك حنين انا دايبه فيك حنين
والغربة توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين. شايلك فين النعيم يا عيني واللي بينك وبين ثانيًا عشان لو وقعت هتتعور. لا انت اللي متحكم فيا مش انا. النهارده لسه مكمل والغنى والهيصه كمان مكمله، لكن تفتكروا مين العنصر اللي بيحرك كل ده؟ مين غير شريف اللي نسي نفسه ونسي يخش الاختبار؟ يلا يا شريف. شريف بتغني في حتت يعني وكده ولا؟ بغني في فرقه، في فرقه اسمها ايامنا الحلوه، بنعمل حفلات في الساقيه وفي الاوبرا. فبقالي فتره في الباند يعني. ودلوقتي جاي تشوف شهرتك السولو لوحدك. بالظبط. حاول. خلي بالك الباند بتتفرج عليك دلوقتي على التلفزيون. يا رب بيض وشهم. ان شاء الله تبيض وشهم. وبالتوفيق يا شريف. وهي فرصه واحده بس. اتفضل. شريف ايه بقى اسمك؟ اسماعيل. اسماعيل عندك كام سنه؟ 30. 30؟ طب انت جاي تخوفنا يا شريف ولا ايه؟ لا خالص اهو، ده انا سايب ايدي. سايب ايدك كده. النبي تغني وانت رافع ايدك على طول. حاول اضمها. طيب انت واثق من نفسك؟ حاسس انك ان شاء الله هتنجح النهارده؟ يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. يلا اتفضل يا حبيبي. لو على قلبي داب في هواك وكفاية ليل وسهر وعناد ويايا جوا عيوني حنين وغرب مشتاق لعنيك قلبي نادالك حن في يوم وتعالى واهديك روحي بس تعالى ياللي بحبك قرب طمن قلبي عليك بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعينيك وغرامك وبدوب في هواك وكلامك وانا ليه ليالي عليا طول لو على قلبي. عارف هنعجحك ليه ان شاء الله؟ بعد اذن اللجنه المحترمه. انا نجحت وراجي خلاص. عشان صوتك حلو. ثانيا عشان لو وقعت هتتعور. لا انت اللي متحكم فيا مش انا. لا كنا هنعمل استثناء النهارده. هضطر انجحك يا شريف. عندك سادات زي ما انت بتغني حلو. صوتك جميل يا شريف. لسه حلو. عندك سادات. انا بخليك في صوره تفوقيه جميله جدا صحيا وشكليا. اولا وشك مريح جدا جدا ولايق صوتك على وشك عشان تبقى عارف، بس مش لايق على جسمك. تحب ايه؟ لا نكمل واخد. مبروك. مبروك يا شريف. هتخلص من مدام سميره. احلى واحلى طبعا. اتفضل يا حبيبي. مبروك. مبروك يا شريف. مبروك. هاي فايف. اهلا بيك في صوت الحياه. المشتركة الحزينة اللي معانا دلوقتي ليه حزينة؟ انا مش حزينة ولا حاجة. امال؟ انا مبسوطة. مبسوطة؟ قلقانة شوية. اسمي إناس علي شحاتة. انتي بتغني بقالك قد ايه؟ انا طول عمري بحب الغنى وبغني على طول. من زمان وانا صغيرة كنت بتمنى ان انا اكون فنانة كبيرة، وعلى طول كنت بسمع عبد الحليم حافظ، كنت بنام واحلم بيه. اهواك واتمنى لو انساك. بحلم ان انا اكون مشهورة
واكون حاجه كبيره يعني، مش عارفه، نفسي ابقى مغنيه مشهوره. اهلا يا انياس. اهلا بحضرتك. كويسه؟ الحمد لله. هسالك سؤال. نعم. انت حابه الغنى؟ حابه الاغاني. حابه الغنى موت موت. ويا ترى الغنى بيحبك؟ متهيأليش. ها؟ متهيأليش. يعني انا عارف لو انت بتحب الغنى والغنى بيحبك يبقى هنفرح بيك قريب جدا في انك تبقى مطربه. يا رب. مبدئيا عاجبني العقد اللي انت لابساه، مش عارفه انا هسالفه منك. اتفضلي. والله اتفضلي. في الكواليس ما تقوليش لحد. مش لحد. ماشي ده هينور في سيبك بقى. اما ننزل. حاضر. ماشي رشوة. هتغني ايه بقى؟ حاجه لفايزه احمد. ايه؟ اغنيه اخد حبيبي انا يوم. يما يا هوايا يما يا هوايا يما الهوى بعطر ضفيري قصده معايا يما ايه قصده معايا. احساسك ايه طيب دلوقتي؟ احساسي احساس فظيع بالهزيمه بص. لا دي مش هزيمه ولا حاجه، دي ان انت بس ما نجحتيش في الاختبار وخلاص. في ناس كتيرة جدا عظماء عدوا على اختبارات بس تعرف لو مش حاسة ان في حاجة هتتفتح وتتشق وتبلعني كده كنت ممكن يعني اتمزج شوية. يعني الارض انشقت وبلعتك. يعني كنت حتوى كده يا ارض انشقي وبلعيني. شو جاي تخبرني من بعد اللي صار؟ شو جاي تخبرني؟ صعب علي يا غالي من اللي عملته فيا. وقطر وقرف رف الفضا مفهاش ولا قبلك ولا بعدك. انا بيك من غيرك مش فارق. طلعي. لا ثانيه دبي ايدك رجلك كده في البتاع وهو كانه ارض. انا لما جيت من الغيب العجل كده. ازيك عامله ايه؟ عندك كم سنة؟ 16. بحب اجرب حاجات جديدة بالذات الاكستريم جيمز. جاي لوحدك ولا جاي مع اهلك ولا جاي مع طب هو فين؟ بابا. شيرة جميلة من يومها من وهي في حضانة وهي ما شاء الله صوتها حلو وجميل. كانوا بياخدوها في المدرسة بتغني في حفلات تخرج الحضانة. يعني انا واثقه في حالي 50-50 بس لو ما كسبتش ان شاء الله عايزه اكمل. سني كام سنه؟ 16. ها؟ 16. 16؟ بتغني من امتى؟ انت عندك كام سنه؟ لا من زمان في المدرسه بقى وكده في الحفلات. ايوه دخلت المدرسه امتى؟ 16 برضه؟ لا. ها؟ كل 16 يعني. بس مبدئيا انت شكلك زي القمر. ربنا يخليكي والله. يعني تعتبري من احلى البنات اللي شفناهم هنا ما شاء الله. شكلك حلو وعامله شعرك حلو ولذيذه. مستنيين بس نشوف كده او نسمع حاجه. اول حد قال لك غني الله صوتك حلو مين؟ ماما سمعتني بالحظ كده. ماما. حلو دي سمعتها. ست الحبايب. ها؟ ست الحبايب. ربنا يخليها لك يا رب ان شاء الله. طيب لو حبينا نسمع منك ايه؟ يناسب سنك ويبقى لايق عليك. وانا كنت محضره بتسالي عليا. يلا ورينا سمعينا. بتسالي عليا وتقول وحشك عينيا. بتسالي عليا وتقول وحشك عينيا. من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا. من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا. اللي بتسأل عليا ملكش دعوة بيا.
16 سنة. سمعيني حاجة سنك. ممكن أغني قالوا الملايكة بتاعت أمال ماهر؟ ماشي. دول ملايكة مصيرهم جنة مع الأبرار مع الأبرار، وإزاي نلاقي ملايكة وعيش نور. عندك فرصة لأنك أنت عندك استعداد كويس. ثلاثة أخضر. شوي شوي غني لي وخد عيني. طب مبروك. ناس تحب أقول لعني واحدة اللي حضرتك شايفها يا راجل حرام عليك. يمكن اكون جار نفسي في شعوبنا العربيه تبعد عن التدمير. الاختبارات مكمله واللجنه عايزه تدي الفرصه للكل. المشترك اللي جاي هاوي غنى من زمان وبيحاول يخطو خطوات صغيرة على طريق الاحتراف. اسمي عمرو جلبط، عندي 25 سنة، من القاهرة، بدرس بكلية حقوق. بدأت أغني من وأنا صغير جدا، اللي هو يعني الموهبة الطبيعية بتبقى موجودة في الطفل من هو صغير، لغاية ما جه الموضوع ان واحد صاحبي يعني قال لي لا لازم تبلش يعني ان انت تغني تاخد الموضوع بجد. وديني بحاول، انا اكتر محل برتاح فيه الاستوديو، فيه بطلع كل المشاعر اللي انا نفسي اطلعها. عمرو مستعد تقابل اللجنة؟ ان شاء الله يا رب خير. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير باذن الله. نفس عميق. شوف هي طالعه معيطه ازاي، بقى انا كسبانه يعني، بس مش عارف ليه. هو طبيعي القلق، القلب حاسس انه هيطلع بره. لا لان هي افتكرت الحفره تبلعها. انت ما تعرفش. لا مفيش حفره. لا اتفضل. حفره يا عم. ماشي. اتفضل يا عم. ان شاء الله خير. يلا بالتوفيق. حلم اللي عليك. يا عم عمرو. يا اخبار. اسمك عمرو؟ عمرو. عمرو جلبط. يلا حاول واد. الله يصبر قلبي عليك يا حبيب، ويخلينا استنى معك يا حبيبي. الله يصبر قلبي عليك يا حبيبي، ويخلينا استنى معك يا حبيبي، ويطول بالي على أسى موتك واللي قسيته في حضن هواك، والله يخلي لبعدك اكل. بس تحب اقول لعني واحده اللي حضرتك شايفها يا راجل حرام عليك. الراجل بيغني كويس. يا سميره سيبيني خلاص. قول معايا حادي بادي. حادي بادي سيدي محمد البغدادي. انا عايزك تنجح في ايدي. نطيت بسرعه انت. يلا عايش وقتك عايش ايامك. مبروك يا عم. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. التوفيق دايما ان شاء الله يا رب. ربنا يخليك. مبروك. مبروك يا عمرو. الله يبارك فيك. احنا ما عادش كتير، انت دقيقتين يمكن فوق. يعني عادي يعني اللي اتقال. انا بص متوتر جدا مش عارف اقول كلمه. ان شاء الله انا هدفي على اللقب. دي تذكره اللي انا دخلت بيها وعديت بيها من استاذ حنو بكر واستاذ هاني شاكر واستاذ سمير سعيد. متوتر جدا طبعا والشعور مختلف، بس ان شاء الله يعني مش هتلاقوني غير على اللقب باذن الله. ازيك يا مش عايز تعرف الناس بيك؟ يا ريت والله. اسمك ايه؟ اسمي احمد الجراح، من القاهره، 27 سنه، درست ازهر كليه دراسات اسلاميه وعربيه. احمد الجراح. طبيب جراح. وانا صغير كنت بسمع مطربين كتير، كان حد يقول لي صوتك حلو، بس ما كنتش ببقى متاكد بقى لما بقيت بسمع. يعني الحمد لله بسمع نفسي، ربنا اداني موهبه ان انا اسمع كويس يعني. فانا حسيت ان انا صوتي حلو فعلا يعني، الناس فعلا مش بتضحك عليا، انا فعلا صوتي حلو. حلمي صوتي يوصل لكل الناس. بتغني مش بتشتغل؟ لا لا بشتغل. بتغني من زمان يا احمد؟ في فرق بقى ولا فين؟ لا حفلات خاصه كده بس، يعني قليل قوي، ما بحبش اشتغل كتير يعني. طيب يلا هتسمعنا ايه النهارده يا احمد؟ هغني حاجه لام كلثوم. جميل جميل، اتفضل يا حبيبي. تيرا تيرارا انا وانت ظلمنا الحب
بإيدينا تيرا ترا لا 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 أنا وأنت ظلمنا الحب بإيدينا تيرا تيرا لا 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 وجينا عليه وجرحنا الله 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 عليك يا احمد انت ده كنا فقهانا ده انت بتغني جميل تعالى يا حبيبي الف 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 مبروك بجد انت صوت رائع احسنت يا حبيبي احسنت يا احمد ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي انت جميل وصوتك جميل واحساسك جميل كمان يا احمد والله يا حبيبي الف الف مبروك والنهارده على فكره الاصوات الجامده يعني والناس اللي مستنيه هناك كمان اصوات جامده كتير ربنا يوفقك كل ما نقول في صوت جامد يجي اللي بعديه جامد واجمد واجمد ايوه الف الف مبروك ونشوفك في المرحله اللي جايه ان شاء الله يلا باي باي اجمل انا فنان مطرب اسمي ايهاب كامل من اسكندريه وعمري 26 سنه بكتب كلمات وبلحنها مش بوفر فلوس يعني ولا حاجه لا انت ولا انت ليا اغنيه مصوره اسمها خنتك امبارح كلامي ولحني ونزلت على السايتات بعده على الانترنت والناس بدات تعرفني وبدات اسمعها على الموبايلات عامل كروت كده يعني للفيمس للشهره حتى هوريكم كارت يعني للسادة المشاهدين ده الكارت بتاعي يعني أتمنى أن أنا يعني بحاول أكون متواجد يا جماعة بأي طريقة وإن شاء الله يعني فني اللي أنا بقدمه يعجبكم يعني شرف كبير أن أنا قدام اللجنة ربنا يخليك يا أحمد أنا عشت طول عمري أحلم باللحظة دي وأتمنى أن أنا أنال إعجابكم إن شاء الله وربنا يكرم إن شاء الله إن شاء الله يا أحمد طب بتغني من إمتى؟ أنا بغني يا فندم بقالي فترة كبيرة بقالك فترة؟ بقالي يعني حوالي 11 سنة طب أنت حزين ليه؟ بجتهد بقالي فترة ونفسي ربنا يكرمني إيه هواياتك مع الغنى؟ أنا فندم بحب الغنى جدا وبحب أكتب وألحن عشان كده أنا بسألك بتكتب وبتلحن وبلحن وبتغني وبغني طب قول عملت إيه بالتلاتة دول في حاجة يسمعنا كده حاجة تكون أنت عملت حاضر يا فندم أسمعك قول انا خنتك امبارح ومش عارف بخونك ليه يمكن اكون جارح لقلبي اللي جيت يا علي بخونك ليه يمكن غني لي اغنية انت حافظها بقى حاجة يعني تكنو كده مقسوم شوية اللي يعجبك حاضر مكملناش كلامنا مفهمتش عايزة ايه عموما ليكي راجل يتردع عليه بطلي بقى كده حواراتك دي طيب ممكن ولا ممكن ولا مش ممكن ايه هم خلاص يعني بلاش تصوير لأن ليه؟ أنا أشكرك هاي ازيك؟ هاي واتس اب؟ عادي كله تمام؟ كله تمام اسمي سوسن عادل سوسكا سوسكا هي سوسن سوسكا اشمعنى سوسكا مشهوره بسوسكا انتي بتغني ليك قد ايه اول مغنيه راب في مصر بقالي 3 سنين انا كنت اول بنت مصريه في دار الاوبرا المصريه اغني راب راب انت بتغني راب بس ولا بتغني حاجه ثانيه انا بغني راب الرابر بنت هتطلع معانا النهارده وهنشوف قدام لجنه الحكم هاي فايف بقى اوكي يو بحلم باليوم اللي يعدي عليا بكل خير بحلم ونفسي احقق حلمي يكون هدفه التغيير
حلمه وبسط مش صعب بس هيغير مصير. نفسي في شعوبنا العربية تبعد عن التدمير. أحدث كتير حصرت للإرهاب بس السيادة، والهدف من ده كله للعرب عاوزين إبادة. نفسي الحق يرجع والعرب يمسك قيادة، ونحقق كل نصر حتى لو نلنا الشهادة. نفسي الأخ العربي ما يقتلش في عرب أخوه، ويدافع عنه بقوة وكأنه ابن أم وأبوه. بنده عليك يا عمر واسأل فين صلاح الدين، بنده وأنا بدعي لربي ترجع لينا فلسطين. شايفين سرقة أراضينا هتك عرضنا كده شاهدين، يرضيكم يا أهل العرب إمتى هنبقى متحدين في سلام وحب وخير وولادها ليها حرسين، وولادها ليها حرسين. خليني أغني معاك يا راب، ده شرف ليا كبير، وأعرف أعمل كده وكده معاك. ده شرف ليا. مش هي دي كده برضو؟ شرف ليا يا أستاذ. أنا عايز أقول لك حاجة بقى، واضح ان انت بتقدمي نموذج. النموذج بقى لما تاخدي حظك، وانا بقول لك اخطر دلوقتي اهو من الاول، تاكدي بقى وانا كده وتركبي ده صح هيطلع حلو. وانا تمام. اوف يخي. بس خليني اغني معاك، ده شرف ليا كبير. بس خلاص اتفقنا. ده شرف ليا كبير. ميرسي يا مستر حلمي. ميرسي يا حبيبتي. باي باي. ايوه بقى. الحمد لله. الحمد لله. اهلا بسوسكا بصوت الحياه. يو هتبقى اسمك سوسن ولا سوسكا؟ لا سوسكا. حسيتي بايه فوق؟ رعب طبعا. لجنه التحكيم بجد كانت اكتر من رائعه يعني. الحمد لله الحمد لله. انا مبسوطه كتير ان انا هفضل معاكم هنا. انا بقى جميل قوي في الراب على فكره. ده لو ركب عربه انت تصور الفكره دي مش قصدها. ميرسي. هي ايفريبادي. يا استنوا سوسكا. يو كنا افتكرنا انه اول يومين بس اللي ممكن نلاقي فيهم اصوات حلوه، لكن الاصوات المصريه عماله تزيد وتزيد وتزيد، وربنا يزيد ويبارك. حلقة الاختبارات النهاردة خلصت، لكن اليوم لسه ما خلصش. في أعداد كتيرة جداً وأصوات أحلى وأحلى من كل يوم. لجنة الحكم لسه قاعدة وهتسمع باقي الأصوات علشان تقيم وتختار الأفضل في برنامج صوت الحياة، وانتوا هتشوفوهم الأسبوع اللي جاي. ما تنسوش تتابعونا في حلقة الأسبوع اللي جاي من برنامج صوت الحياة. أنا وائل منصور، مع السلامة.